السلام عليكم مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة الأوفياء أينما كنتم داخل وخارج المغرب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما مشاهدينا الكرام. نجدد الترحاب بكم مرة أخرى من قلب العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. إذا مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة، كما ترون ننظم المركز الدولي للتحكيم والوساطة لجهة فاس مكناس بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس والودادية الحسنية للقضاة الجهوي بمكناس وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مكناس الرشيدية. المنتدى الجهوي الأول للعدالة والاستثمار تحت شعار علاقة الشغل ورهانات الاستثمار أي أفق للتعديل. إذا مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة، لمعرفة التفاصيل نتابع نحن وإياكم هذا الريبورتاج، ابقوا معنا. إن تنظيم هذا المنتدى الجهوي الأول للعدالة والاستثمار فلا يجزى الذين عملوا السيئات. السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزرو، السيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة والمفوضين القضائيين، السيدات والسادة أعضاء غرفة محترمون، السادة القضاة، السادة المحامون، السادة المفوضون القضائيون، السادة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة المحترمون، السادة ممثلو مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية المحترمون، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. بشكل مباشر أو منظمة بمحيطه والمفكرة في سمح والحول بطالة من جهة وبين تحسين مناخ الاستثمار وجاب حضرات السيدات والسادة الأفاضل، إن كان المغرب كما أكد صاحب الجلالة في تقدم مستمر بسبب زوائد وعمل الأبنائي، فقد خصص المشرع المغربي لمدونة الشغل تمنيد تحسين وحماية حقوق، حيث قال جلالته في كلمة موجهة للمشاركين بمناسبة الشغل وفيما هذا الموازنة بين الأهداف الشرعية والاقتصادية وضرورة توفير حماية مع تحديثها قدر الإمكان في محاولة لتشجيع السكين. أشكركم جزيل الشكر على إنجاحكم في هذا المنتدى الجهوي الأول، وسننطلق مباشرة إلى التكريم. كما يقال، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولا يمكننا أن ننطلق بتكريم مجموعة من الشخصيات دون أن نشكر رؤساء الهيئات المهنية الذين أعطوا الضوء الأخضر لإنجاح وانطلاق هذا المنتدى. وأول من يكرر السيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة بشخصية ممثلته السادة المستشارة الفاضلة وفاء المنس، نقدم لها رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس شهادة تقديرية بهذه المناسبة، وليتقدم شكورا. المستشار بمحكمة التسكينات بالدار البيضاء، عضو المكتب المركزي للودادية حسن القضاة، وممثل السيد رئيس الودادية. أمين مكناس. Thank you.
لأن صراحة